نسمع تهنئة فنية على الهواء. جميل الفنان بيومي فؤاد. استاذ بيومي اهلا بيك وكل سنه وانت طيب والف مبروك. الله يبارك في سيادتك، كل سنه وحضراتكم طيبين يا فندم جميعا. تحياتي والمهندس عدلي القيعي والكابتن هاني رمزي والكابتن محمد يوسف. يا استاذ بيومي انا اتبلغت لك انك سبت التصوير عشان تطلع تبارك لنا. والله العظيم ده اقل حاجه يا فندم، تحت ابروك. كل سنه وانت طيب يا استاذ. وحضرتك طيب يا فندم وشاكر عليك جدا. النادي الاهلي النهارده بيمر عقدين كاملين 20 سنه على حصوله على لقب نادي القرن ال20 في افريقيا، وهو لا يزال نادي القرن الجديد. انت كاهلاوي وكفنان جميل شايف ده ازاي؟ والله يعني شرف عظيم، والنادي الاهلي احنا طول عمرنا وراه، وحتى لما بتشرف ربنا لعبها يعني في ساعات سقطات كده او مثلا او اي حاجه، احنا كجمهور الاهلي طول عمري بقى بقول وماله، ياما قطعونا وياما بسطونا. نادي كبير، نادي عظيم، نادي نمرة واحد في افريقيا. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يفضل بادارته العظيمه ديت، بادارته الحكيمه دهيت. اتمنى كمان من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يمتعونا اكتر بالبطولات. طبعا نادي القرن ده شرف عظيم ويستحقه. احنا يعني نشكرك ومش عايزين نعطلك، عارفين انك انت ضحيت تضحيه كبيره عشان تكلمنا، ونتمنى لك كل التوفيق. بترسم البهجه في دنيا الفن زي ما الاهلي بيرسمها في دنيا الرياضه، والاثنين فن. شكرا يا استاذ بيومي. شكرا.